السياطات، لا اسم ديال الشركه لا بانو حتى شي حاجه، يعني كاننا امام مافيا للعقار تحاول انها تخوي هذه المنازل هذو وترحيل هذه السكينه خارج المدينه القديمه. انا دابا كننعس وكننعس بالخطا، ما مرتاحاش الدراري كينعسوا كنقلي كامل ولا فايقه لي كامل. الصوت والصورة من درب الدالية بحي الملاح بالمدينة القديمة الدار البيضاء. مجموعة من الدور العتيقة المتآكلة تئن تحت رحمة عمليات الأشغال والهدم، والتي تعرض أرواح عدد من الأبرياء للخطر. كتشوفوا العمليه ديال الهدم كيفاش كتم، لانه هاد الناس هادو جابوا لهم قرار ديال الهدم. الخطوره ديال الامر فين كتبقى؟ انهم كيديروا الهدم وسط السكينه، يعني انه لا قدر الله انه ممكن يوقع عندنا مشاكل كبيره، لانه ملي كتبقى كتستخدم هاد الوسائل اللي هي وسائل تقليديه، ما كاينش احتياطات ديال السلامه ديال السكينه، كما شفتوا انه كاين الاطفال وهذا. هاد الطريقه كتستعمل في المدينه وهي طريقه غريبه، وكيتقال بانه كاين عشرات المنازل اللي غادي يديروا لهم هاد الطريقه. لمن كتمشي هاد الاراضي اللي كتحيد دابا، يعني كتشوف بانه ما كاين حتى شي بانو اللي كيعلم شنو هي هاد الشركه ولا شكون هما هاد الناس. فقط نعرف بانه عماله اونفا هي التي تهدم باتفاق مع مجموعه من المنتخبين. الاسر القاطنه بدرب الداريه تعيش رعبا حقيقيا، خصوصا وان عمليات الهدم المباشره والتي ستضم 125 منزلا لا تفصلها عن منازلهم إلا أمتار قليلة، مما يجعل هذه الدور الآهلة بالسكان قنابل موقوتة مهددة بالانهيار في أي لحظة. أنا ساكن هنا الفوق، الناس الآخرين تاهما ساكنين هنا التحت، تشوف هذا الكوري ديالنا الخنز وهادشي اللي كانوا تيلوحوا الناس هنايا اللي رابطة الدار هذه هنايا. وعيدا نهضروا مع المسؤولين تيقول لكم غدا غادي صبروا صبروا صبروا، راه غادي يجيو غادي يشوفوا هذا الشيء لكم وغادي يدير الله تاويل الخير. انا ما يمكنليش انا خوي محلي وشو محلي كيولى ليا، زاد كملوا لي زادوا طلعوا لي ديك الخشبات كملوا لي اللي بقى كاع فرقعوا لي البيت كامل. واش غندير انا دابا كنعس وكنعس الخطر، ما مرتاحاش الدراري كينعسوا كنقلل كامل ولا فايقه لي كامل. السكان يطالبون السلطات المحلية بحمايتهم وحماية أطفالهم، خشية أن يتكرر سيناريو كوارث الانهيارات والتي شهدتها المدينة القديمة في السنوات الأخيرة. المسؤولين يجيو يشوفوا هادشي باش واش هادشي دابا هادشي راه ما بقى فيه ما فيه لا صلاح لا والو، دابا راه غير كيضرب هنا كلشي كيتهرش حيت هادشي مشابك. هذه هي الحالة المأساوية التي يعيشها سكان حي الدالية بالمدينة القديمة للدار البيضاء، أشغال هدم هنا وهناك دون ما احترام لأي سلامة جسدية لهؤلاء السكان وأطفالهم. عبد القادر الفطواكي وعبد العالي بالبداوي للأيام 24 من المدينة القديمة الملاح الدار البيضاء.